سيد أحمد حماد الأسعد شيخ الجبور، هذه النقطة الحقيقة نقطة حساسة جدا سيد الأسعد، هي علاقة قوات العشائر بقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، أو قوات النظام السوري والنظام الإيراني. هل هذه الحملة التي قامت مؤخرا منذ 5 أيام كانت بدعم من النظام السوري ودعم من المخابرات السورية كما ذكر في بعض وسائل الإعلام، وربما نقلا عن قصد، لكن نريد أن نعرف الحقيقة، هل النظام داعم لهذه الحملة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وضيفك الكريم العقيد أحمد مادن وللأخوة المشاهدين. تحية لك. أولا أنا ما عندي تواصل مع المخابرات السورية حتى أعرف أن هم داعمينهم ولا لا. لا، لكن في تواصل مع تواصل مع العشائر، تعرف منهم يعني. أقصد هذا. نعم، في تواصل مع العشائر. أخي الكريم، هذا الأمر يعني في أسباب، في حال أنه إبراهيم الهفل أو جيش قوات العشائر تلقت دعم من النظام أو من الميليشيات الإيرانية، في بداية حراك قوات العشائر وإبراهيم الهفل في السنة الماضية كان في ذيبان وبعض القرى والمناطق أو بالأحرى البلدات المجاورة في منطقته. هذا الأمر ما استطاع أنه يقاوم فترة طويلة في منطقته، اضطر أنه يعبر إلى الضفة الشرقية أو الغربية من الجهة الثانية للنهر، من مكان إقامته ومن مكان المعارك اللي كانت جارية. إحنا أخي الكريم، أنت لابد أنك تصير أمام أمر واقع. الأمر الواقع اللي حدثت أمام إبراهيم الهفل وقوات العشائر أنه أصبحوا في منطقة النظام، ما عنده أي مفر، أين يتجه، ما عنده أي دعم، ما عنده أي إسناد. القسد قوة محتلة تدعمها أمريكا وتدعمها قوات التحالف. أي شخص في هذه المنطقة يقف في وجه قسد فهو أما داعشي أو متهم بجيش حر أو بالعمالة لتركيا. علاقة النظام بقسد علاقة ما زالت قائمة يعني، وكما كررت سابقا أنه من سلم في بداية الثورة بعام 2012 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة حصرا لقسد، هو أو اليبقة كان اسمها، ما كان في اسمه قسد، هو النظام السوري قام بتسليمهم مدينة رأس العين، مدينة القامشلي، مناطق كاملة. فيما بعد أخي الكريم، هذه القوات حصلت على دعم أمريكي ودعم إسرائيلي، فمما جعلها ما عاد كثير تسأل عن النظام السوري، وأخذت راحتها بالمنطقة من احتلال وتغيير مدن وتغيير أسماء مدن والإيثار بثروات المنطقة بشكل كامل، واللي هي ثروة سوريا في هذه المنطقة. بالنسبة للدعم، اللي إذا كان فيه دعم بالنسبة لإبراهيم الهفل، هناك تقاطع مصالح. الرجل اضطر أنه ينتقل للجهة الثانية أو للضفة الشرقية الثانية من النهر، عندما يعرض عليه دعم من أجل تحرير منطقته الرجل بالتأكيد لن يرفض، فهذا أمر طبيعي. أما أن يجلس ويسكت أو يغادر خارج سوريا، فالرجل عزيز عليه بلاده مثلنا جميعا، ما عنده أي جهة ثانية أو ثالثة للدعم، حتى أنه مثل ما يقولون يقعد، لأنه بقاء أو سكوت أبناء المنطقة على أفعال قسد وعلى احتلال قسد هو شرعنة ذلك الاحتلال. أخي الكريم، هناك نعم بعض المرتزقة وبعض الذين انتسبوا لقسد، هناك التجنيد الإجباري هذا مفروغين منه، لكن بعض الوجهات أو بعض الأشخاص اللي يبحثون عن وجهات يبحثون عن مشيخة والأمور هذه اللي ناقصتهم على أساس أنهم ضد إبراهيم الهفل أو ضد قوات العشائر ويشرعنون بقاء قسد، هو احتلال. بغض النظر، قوات العشائر تتلقى دعم من إيران التي نكرهها ونرغب في خروجها من سوريا عاجلا وليس آجلا، وقوات النظام المجرمة التي دمرت سوريا ودمرت الشعب السوري وهجرته. بالنسبة للوضع الحالي، أي هجوم قوات قسد بالنسبة لنا مقبول. هجرونا البككة، هجر أبناء منطقة الجزيرة والفرات، نصف سكان المنطقة هجروهم. والآن في ثورة أبناء العشائر في العام الماضي عندما بدأ التهجير الثاني على يد قوات قسد أو قوات عصابة البككة، فمن حق أبناء المنطقة، من حق الموجودين على الأرض ومن يحملون السلاح
إذا التقت مصالحهم مع مصالح جهات داعمة بحيث أنه لا تؤثر على اقتطاع جزء من سوريا فلهم الحق باستخدام هذا الدعم. نعم. هل يحق لعصابة البككة الاستئثار بدعم القوات الأمريكان وقوات التحالف في احتلال أرضنا السورية العربية السورية، ولا يحق لقوات العشائر وزعيمها بأن يستأثروا أو يتلقوا دعم من النظام المجرم أو حتى إيران المجرمة؟ بالنسبة لنا أخي كلهم مجرمين، لكن الرجل حسب وجهة نظري أنا تحليلي طبعا، الرجل مضطر أخاك لا بطر، يعني اضطر أنه بما أنه صار فيها ما عنده. نعم سيد، سيد أسعد نعم ابقى معي سيد الأسعد، وصلت هذه الفكرة، معذرة الصوت يتقطع، سأعود إليك مرة أخرى، عود لي سعادة العقيد أحمد.